thank you اهلا واجمل ترحيب نقدم لكم مشاهدينا ومتابعين سلام يا كويت عبر فضائيه الكوت نقول لكم دائما مشتاقين الى هذا اللقاء الاسبوعي الجميل معاكم نحاول طبعا دائما من خلالنا دائما نبث لكم سواء انشطه متميزه تقام على ارض هذا البلد المعطاء الحبيب امنا وبلدنا الكويت وأيضاً نقول لكم ما يميز أيضاً العطاء من ناسها وشعبها حبايبنا أهل الكويت وكل من يقيم على أرض هذه الطيبة يعطي كل ما هو هادف و يفيد الشعب الكويتي ويفيد ان شاء الله العالم كله من خلال الرساله اللي نوصلها لكم في هذا البرنامج. نقول لكم طبعا من الاشياء الجميله والامور الحلوه لما نشوف ان سواء كانت مؤسسات او مدارس او شركات تقام فيها فعاليات يكون لها هدف. طبعا كل مؤسسة أو كل شركة أو كل مدرسة أو كل مكان لما يكون لهذا الهدف بالتأكيد هو يوصل رسالة وهذا الرسالة لما توصل حق ناس هذا البلد بالتاكيد علشان نرتقي سواء بخلنا نقول باخلاقياتنا او بحبنا لهذا الوطن طبعا ليش اعطيتكم هذه المقدمه مشاهدينا لان دائما سلام يا كويت يعني يرحب في كل دعوه تاتي من تلك المؤسسات حتى نعطيكم العلم والمعرفه بالامر ونوصل الرساله اللي هم حابين يوصلونها لكم فنقول لكم ان شاء الله دائما البرنامج مفتوح لكم لكل من يريد ان يقيم فعاليه او نشاط، ما عليكم الا ان تتواصلون باذن الله مع قناه الكوت وعبر برنامج سلام يا كويت واحنا ان شاء الله يسعدنا بالتاكيد ان احنا نبث هذا النشاط في كل حلقه باذن الله. أه نقول لكم إذا من الفعاليات التي دعينا إليها دعوة من قائدات فرقة مرشدات السرة المتوسطة بنات لحضور احتفالية وندوة بعنوان لوحات عن حب الوطن يعني يكفي بس نقول أن هذا العنوان يعني يبهج الصدر ويفرح لما نشوف أن يعني مرشدات وطبعا معروف أن دورهم قياديات في المدرسة قاعدين يأدون هذا الدور طبعا ما نغفل تحت اشراف طبعا مدرساتهم اللي ما قصروا أه نقول لكم كل الشكر لكم ان انتم تبثون الروح الوطنيه طبعا في ارواح بناتنا وتعززونها وبالتالي اكيد هذول البنات راح يوصلونها أه بالتاكيد الى اجيال اخرى وتستمر الكويت لان مثل ما قالها امير القلوب حبيبنا ووالدنا الشيخ صباح الاحمد الله يحفظه يا رب لما قالها بالفعل ان الكويت تبقى نحن زائلون والكويت باقيه اذا نبقى معاكم طبعا مع هذه اللوحات عن حب الوطن تحت رعايه مدير الانشطه التربويه الاستاذ مبارك رجا العتيبي. نشوف معاكم هذا التقرير من ثم لنا عوده حتى نشوف معاكم طبعا التميز في فقرات سلام يا كويت، خلكم ويانا. نقول لكم مشاهدينا وطبعا شفنا هذا التقرير بصراحه يعني فعلا يحرك الشعور ويذكر دائما بان لازم يعني نوصل هذه الرساله لابنائنا سواء يعني كانوا صغار او كبار واحنا ايضا نتذكر بالفعل ان امنا الكويت ولازم نحافظ على هذا الولاء وهذا الانتماء. نقول لكم مشاهدينا طبعا ننتقل من امنا الكويت الى الامهات طبعا الموجودين واللي احتفلنا فيهم الله يطول بعمارهم يا رب يعطيكم الصحه والعافيه في هذا الشهر احتفلنا طبعا بطرق متعدده بعيد الام كل من حاول انه يعبر سواء بكلمات جميله يعبر فيها الابن او البنت الام او من خلال تقديم الهدايا الرمزيه او العينيه نقول لكم عندنا احتفاليه جميله ايضا اقيمت على ارضنا الكويت الحبيبه اللي دائما تكون سباقه بالافكار الجميله والمجموعات الطوعيه اللي دائما تبادر بانشطه جميله حتى تؤدي دورها. كرمت عيد الام او كرمت الام في عيدها ولكن باحتفاليه خاصه وجدا جميله. نقول لكم عن هذه الاحتفاليه او هذه الجائزه المميزه للام المثاليه هي طبعا موجهه لام المعاق هذه الامهات المعاقين والتي يطلق عليها لقب السوبر ام يعني بالفعل لفظ ممكن غريب ولكن لقب جدا جاذب وجميل تنظمها طبعا مجموعه ديره الخير التطوعي يعطيهم العافيه حيث يتم اختيار افضل ام معاق بناء على حجم التضحيه بالتاكيد والصبر والتحدي اللي قامت فيه هذه الام في سبيل رعايه هذه البنت او هذا الابن. بالتاكيد هي مواجهه يعني يبي لها شجاعه ويبي لها الصبر وبالتاكيد لها الثواب الجزيل من رب العالمين. ونقول لكم بان يعني الحمد لله ان في تقدير من البلد وبوجود هذه المجموعات التطوعيه ومثالا على ذلك مثل ما ذكرت مجموعه ديره الخير التطوعيه اللي كرمت برعايه واهتمام ضيفتنا العزيزه والام التي كانت من ضمن هؤلاء الامهات المثاليات الاستاذه منال الرشيدي وهي ضمن الفائزات بجائزه ام المعاق. حياك الله معنا استاذ يا هلا هلا والله يعني بالفعل انا سعيده ان التقي بام ما شاء الله يعني يحتذى فيها كمثال واقول لك تستاهلينها حبيبتي تستاهلين الجائزه بصراحه حبيبتي حبيبتي واليوم معاي سوبر ام يعني كافي علي ان معاي وحده لقبها كذي قاعده معاي حبيبتي يعني انت بدايه اقول لك انت مثال مثال يحتذى فيه استاذه منال وحابه اسالك بدايه يعني شعورك تجاه هذه الجائزه كلمين عن الجهه التي قامت بتكريمك، شنو كان شعور تجاههم المجموعه التطوعيه؟ طبعا كثر الله خيرهم يعني وناس رائعين ان حطوا يعني انتبهوا لنا وحطوا النظر علينا. طبعا الشيخه نوال الصباح يعني هذه انسانه رائعه جدا. يعطيها العافيه نوجه أيوة لها كل التحيه. بشهاده أيوة الكل يعني. كان طبعا بدايتها كان اعلان موجود حق الام المثاليه للطفل المعاق. منها قدمنا. وفضل من رب العالمين اختاروني انا من ضمن امهات اخريات اني اني يعني اخذ الجائزه والدرع التقديري عشان انا ام حق شهد وتستاهلينها بصراحه حاجة. ام شهد تستاهلين طيب ام شهد يعني ما يخالف احنا مثل ما يقولون دائما نبي نوصل الصوره او المثال يعني للناس اللي مثلك ومثل وضعك يعني انت شلون كانت بدايه شعورك لما كانت معاك هذه الحاله شهد شلون كان شعورك لما تلقيتي خبر بان هي تعاني من اعاقه معينه هل تقبلتي هذا الموضوع يعني كان عندك ايمان قوي وقلتي خلاص اصبر واراعيها ولا كان عندك يعني شعور مغاير طبعا يعني انا يعني خبر ان راح يعني أي طفل مريض شنو الحين طبعا هذا صوره شهد معانا على الهواء ايوه هذه شهد نعم هاي شاهديني عمرها خمس سنوات نعم صوره حديثه يعني جديده حقها أم... الله يخليها يا يعني رب يحفظها لكم. أم... وانا حامل فيها يعني انا خبر وانا حامل فيها ان انا بطني طفل مو طبيعي شنو نوع اعاقته؟ ما يدرون طفل مو مو طبيعي نعم. كان شعور مثل شعور اي ام ان طفلي مريض شن... أه يعني هذا الموضوع جديد علينا في العائلتين نعم. يعني شنو الطفل معاق؟ بصراحه ما كنت ادري يعني ارجع من الطبيب على طول يعني الله يخليها امي كنت على طول بحضن امي اني أبجي أبجي يعني انسان منهار يعني نعم. فجاه طفل راح تجيبينه ما تدرين شنو هو راح يعيش حزن يعني ممكن صدق يعني إيه. فكانت دائما تقول لي صبري يعني فوق كل ذي علم عليم انت نعم. تدرين الله هو الوحيد يعني حتى لو قالوا لك انت ما تدرين صدق كلامهم مو سبحان الله يعني هي كانت فعلا اللي بدايه معاملتي معها بعد الولاده يعني وهي ببطني ما حد يدري عنها الا انا م -م. آه بعد ما ولدتها تعرفين كاي طفل ما يفرقون ترى على الاطفال العاديين لانه بالمرحله الصغيره يشابهون يبون بالرعايه نفس الشيء يعني صحيح. آه كان يهمني ان نظره المجتمع لها يعني هذا كان اول شيء فكرت فيه شلون بتعامل معاها وشلون بعاملها يعني بتحول من مجتمعي انا البسيط لمجتمع اكبر منه اللي هو المجتمع الطبيعي اللي راح تعيش فيه، م -م. يعني هذا كانت بصراحه لازم كنت انا اتعلم، اثقف نفسي، احاول انا نفسيا اخذ حق نفسي البور احنا نبي نفسيا بدايه مع شخصك انت شلون تقبلتي الموضوع؟ طبعا ما ننسى دور ابو شهد طبعا يعني كل الشكر له بالتاكيد هو موجود معنا بغرفه الاستراحه، لكن احنا قلنا بما ان انت حستي على الجائزه وبالتاكيد هو يستحق الجائزه ايضا ولكن صحيح. دائما نقول يعني امك ثم امك ثم امك ثم ابوك صح. لذلك استحقيت الجائزه فنقول فبنقول كل الشكر لك بالتاكيد على رعايتك واهتمامك فيها اذا شلون بدات الان مواجهتك انت يا ابو شهد لهذا الواقع شلون تقبلتوه شخصيا وبعدين شلون واجهت المجتمع بهذا الموضوع؟ بصراحه دخلنا وايد عنت شفنا معاناه ناس غيرنا نعم أم. شوفي دائما على قولتهم ما حد يحس بهالشغله الا الانسان نفسه. يعني على قولتهم ان لو انا اعيش مع ناس او شفت تجارب ناس عندهم نفس تجربتي وايد يمدوني بالطاقه غير لما اعيش مع ناس اسوياء اطفالهم اسوياء. طبعا ما حد راح يحس فيك الا اللي عاش تجربته. التجربه. بعد ما ولدتها كنت حاسه انه شلون بتعامل معاها؟ غير يعني اكون صريحه غير عن باجي الجهال. هي صار عندها تاخر حركي شامل من الولاده. أم. ما تمشي ما مشت اساسا ما تمشي بالعربي ما تمشي يعني حتى الكلام يمكن قالتها متاخر حيل يمكن ثلاث سنين يلا قالت ماما وبابا معاملة هم اخوانها لها شوي كانت غير يعني كنا تبين صدق نخاف عليها وايد شو اقول لك يعني كانت تلبس هم نظاره يعني يمكن مبين عليها انها يعني ما نحن. يعني حاولت اني كثر ما اقدر اني على امها يعني بس سبحان الله انا احس ان هذا الموضوع يعني ايضا ام شهد صار خيره انه يعني ممكن ان هي إيه قاعده تتلقى اهتمام اكبر من الطفل العادي السليم صح ولا لا هذا بالعكس خيره لها وصار غيرة. يعني غيره يعني اي صار غيره بينها وبين اخوانها نعم يعني ايش معنى هي إيه تقعد عندكم ايش معنى انتم اللي تكلمونها وايد نعم مم. عندنا صوره ثانيه معروضه الان ام شهد القلنا عليها هذه شهد بين اخوانها هذا احمد اخوها اثنين الاخوان هذول اصغر من شهوده مم. علاقتهم بيّن يعني شلون طريقة تعامل اخوانها معاها مثلا ام آه جوان العودة علاقتها مع شهد اقوى شوي لانه ما في فرق بينهم يعني تقريبا سنة الصغار شوي غارون منها يعني لانه ترى اسم الله عليها من عمرهم هي تقريبا أي. صح؟ انا ترى عيالي ورا بعظيمتهم الله يحفظهم لكم يا رب ان شاء الله الله يسلمك نعم طيب كلمينا شلون يعني طريقة تعاملكم الان مع المجتمع مواجهتكم له؟ طريقة تعامل المجتمع ايضا مع شهد ما واجهت صعوبه والله بلا وايد الاسئله كانت يعني هذا كان اكثر شيء يعني وهذا نصيحه انا للكل ان اي انسان يكون شوي في عنده اي نقص ايا كان مو بس بطفله حتى لو هو بذاته لا تسالونه كثره الاسئله ترى يعني تجرحنا يعني هذا هو الواقع شنو بنسوي فيه <applause> يعني وتعرفين الانسان كل انسان له مجتمعين، المجتمع الصغير اللي هو الاقارب بالدرجه يعني الاولى و... هذه تعايشنا معاها لان عايشين معنا نفس تجربتنا. نعم. نعم اما المجتمع العود بصراحه هو اللي كان الإيران الاصدقاء مم. الناس بطلعتنا مع ايش فيها؟ من شنو؟ يعني نعم. السؤال هذي... ما يعني هذا هذا شيء طبيعي من من والدهر, والدهر انه 100 مره 100 نعم. مره اسمع نعم. آه شنو هالخلل؟ نعم في معنا صوره ايضا مشهد هني في المدرسة هي شهد ولا أي. وين؟ هل توها ما صار لها أسبوع هذه هم شيخة شيخ الصباح هم ما قصرت يعني حفلة مالت حضانة الهبة ذو الاحتياجات م. الخاصة وشخوذة كانت تمثل فقرة فيها هني أول مرة شهد ترى توقف على الترولي مالها شيء حلو جميل يعني م. في تطور انه اي. ممكن تتحرك اي اي يعني, يعني ان شاء الله ان شاء الله يعني م. هذا امل بصراحه نعم هل في بعض الانشطه في المدرسه اللي ممكن تشجعها إنه مثلا تتكلم تنطلق تسوي حركات مثلا نفس زملائها او زميلاتها تقلدهم لاحظتي هالشيء؟ اي بصراحه يعني هذه كانت اول نصيحه يعني انا من م. من يوم ما يبشهد للحين خمس سنوات ترى يعني صراحه كنت من طبيب لطبيب يعني وايد كنت استشير وايد وايد كنت استشير انت ايش رايك؟ انت كذا انت ساعدني شنو خبرتك؟ شايف اطفال مثلها؟ أه كنت ادخل وايد عنها أشوف خبره الناس كان اكثرهم يقولوا لي شغله، شاهد لازم تعيش مع ناس اسوياء. نعم. لازم. فعانيت بالاول انه ما في اي مدرسه يعني طبيعيه راضيه انها تاخذها، مم. دليل ما تدري انها شوي معاقه يعني، نعم. معنى يعني حتى انا اقترحت اني اخذ اجازه من دوامي وانا اشتغل عندهم من غير مقابل بس بنتي تتعلم. لازم ناس لازم ناس اسوياء. كان عندك اصرار حلو يعني. وايد، مم. حتى انا قلت لهم بس قعدوها مع ناس اسوياء، لان قالوا سبحان الله. هم عندهم قدره احسن منا بالالتقاط كل شيء يعني سريعين يتعلمون يكتسبون يعني ممكن تكون هذه طريقه علاجيه ايضا وما بيقعدها مع ناس يعني حتى لو منها واقل سبب تكتسب نعم. اشياء غير يعني حركات وكذا او عموما ترى يعني بمشاهد في الحالات العاديه احنا يعني كلنا يكتسبون يعني دائما نتعلم بعض صح فشيء طبيعي فهذا اللي شفته يعني. حتى بعيال الثانيين حتى في المدارس يكتسبون هذا يعني صحيح. سلبيه وايجابيه صحيح فشاهد لما حطيتها بصراحه إن لا صارت اول شغله ان الطفل المعاق نقول ما يكون اجتماعي لقيتها لا بلشت تقعد مع الناس تاخذ وتعطي بشيء بسيط بس, بس يعني يبي لها الفرصه بس ويبي الفرصه صح يعني انا شفتها شاهد وقفت على الترولي يعني هذا يعني يعتبر انجاز مسكت العلم الحمد لله وتقعد يعني تقول <applause> شوفوني نعم. يعني والله نعمه من ربي يعني ما <applause> اقول <الحمد لله. تصفيق> انا طبعا اللي حز بخاطري طبعا مشهد ذكرتي نقطه لما تشوفين يعني نظره مجتمع نقول بعض الناس ملكل بالتاكيد الحمد لله الناس عندها الثقافة العالية واكيد صح. يعني في كذا عائله عندهم نفس الطريقه عندهم حالات ومعاقين ف احنا نقول الحين ام شهد انحطت في هذا الموقف وعانت تقريبا من يعني تعليقات جرحتها او هالامور الحين نبيك انت تكونين يعني بمكان الناصح لما تشوفين العكس ام شهد شفتي وحده تعاني مثلا او مو قادره تتقبل هذا الامر مع بنتها او ولدها شلون تنصحينها؟ شو تقولي لها؟ انا اقول لها هذه هبه ونعمه من الله غيرنا مو محصلها، في غيرنا يتمنى نظفر ياهل، يعني ظفره اي والله صح لازم تفكر بشغله واحده ان احنا كأصحاء انا ما ادري اطلع بالشارع اسوي حادث اصير معاقه، صح ولا لا؟ م -م -م. يعني هذه الله اعطانا اياها مثل بركه، مثل شلون الحريم الكبار الكبار بركه في البيت، هذه بركه. لولا شهد لولا الطفل معاق كان انا ما قعدت هنا وخذيت هالجائزه، هذا بحد ذاتها يعني شيء انجاز بصراحه بالنسبه لي. صحيح. اكيد. أه طيب مساله أن يعني ما شاء الله يعني تعرف المجموعه التطوعيه عليك وطريقه وصولهم لك، شلون كانت ام شهد؟ هل في احد مثلا يعني وصى عليك، بلغ، عارف وضعك وبلغهم ولا كان في انت اساسا يعني بينك وبينهم تواصل؟ لا والله يعني شوف هو 2012 انا تعرفت عليهم. آه مثل ما قلت لك بالصدفه البحته يعني حماتي شافت الاعلان قالت لي على فكره انت تستحقين هذا هالشيء. قالت لي احنا شفنا انجازك يعني شوفي بنتك شلون مرتبه شلون نظيفه شلون متعلمه ما شاء الله احساسها صادق وعلى طول <applause> يعني فقالت لي قدمي ايش كثر حرام كان تدق علي قدمي سبحان الله انا قدمت ترى قبل اخر يوم يعني قبل نهايه اليوم بيوم الله كاتبها لك الشيء وبعدين قلت ها يعني حظك نصب لما دقوا علي قالوا يعني لي. لي يعني فرحت تبي نصج <applause> يعني يعني كان شعور جيد ان غيرنا حاس فينا من غير ما احنا ندري الحمد لله اي أيوة والله وشعورك لما استلمت الجائزه هذه والله شعور ما يوصف يعني انا ما انساه لاني كنت حامل بعد بنتي على إنه اني انا شايله شهد ورايحه شفت فرحه عيون انه يعني هناك اكثر من معاق كان موجود لانه كان بدور رعايه موجود مسوينا اللي بصلابيخات نعم شفت فرحتهم لما شافوا الشيخه شفت انها انسانه رائعه لان على فكره المعاقين ما يعرفون يكذبون شو لهم مصلحه انها تكذب صحيح ولما شفت بنتي تكرم بينهم ان انا اكرم عشان انا ام هالانسانه يعني شعور رائع يعني الحمد لله اني جميل. تعبت نفسي وجسدي جميل. بس بالمقابل جميل. اني حصت موضوع بصراحه جدا جميل وحابين يعني بعد نبي نسترد فيه ومشاهد ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خلكم معنا. رجعناكم مشاهدينا مع هذه طبعا التضحيه الجميله لام المعاق ومثالا عليها معانا اليوم ام شهد طبعا اقول لك يعني في مفاجاه حلوه قال الكنترول بان في مشاركه ايضا واتصال هاتفي من الاستاذ ابراهيم البوير هو رئيس مجموعه ديره الخير التطوعيه. حياك الله معنا استاذ ابراهيم. يعطيك العافيه مساك بالخير وطبعا سعداء بهذا الاتصال والمداخله عبر سلام يا كويت خاصه ان انت طبعا يعني رئيس هذه المجموعه التطوعيه ويعني بالفعل نقول انتم مجموعات يعني بالكويت اللي نفتخر فيها لعطائكم هذا الجميل الله يعطيك العافيه ان شاء الله وما قصرتوا يعطيكم الف عافيه الله على اختي مشاهده ويعطيها الف عافيه الله يعافيك نحن... الله يسلمك طبعا احنا تحت راس فخر الشيخ نوال الحمود الصباح نعم هي مجموعه ديره الخير التطوعيه نعم طبعا ايه ف... شلون ببكر... تاسست بهذه المجموعه فكرتها من وين جتكم استاذ ابراهيم؟ طبعا احنا الفكره لنا بعد ما شفنا ان اتجاه يعني عامه الناس عامه المجموعات نعم على المعاق بس احنا جت لنا فكره الاساسي هي ام المعاق <applause> اللي تتعب واللي تربي واللي تعاني اكثر من المعاق نفسه. <applause> من كذا احنا اتجهنا للام اللي هي اساس المعاق نفسه يعني اللي تربي وتتعب واللي تعنى نعم. اللي تسهر اللي تضحي وتصبر وتتحدى <applause> غار كلها من على الام الله يعينها الله يعطيها <applause> الف ان شاء الله يعني حلو لما واحد يشوف يعني بهذا التقدير و خاصة أن يكون أيضا من جانب الرجل يعني أم شهد ما نقول بس إحنا الحريم اللي نقدر بعض يعني فكرة جدا جميلة وراقية منكم نقول من أخلاقيات أيضا الكويتيين أهل الخير ونقول أهل العطاء دائما مبادرات أيضا جميلة اللي دائما تطلع منكم نقول متى أسستوا هذه المجموعة تقريبا من 2009 احنا هذا السنه هذه رابع سنه ان شاء الله. لجائزة أفضل أم عاق يعني ما شاء الله استمريتوا من 2009 لغاية الآن إي نعم يعني ما شاء الله أم شهد هي مثال وحازت على هذه الجائزة اللي فرحتها وتستاهلها نقول فرحنا لها أيضا عكيد لكن بنعرف أيضا كم عدد المشاركات أيضا أستاذ إبراهيم وش كثر يعني اللي عطيتهم أيضا جوائز غير أم شهد والله العدد كبير مشاركات واللي كرمناهم 10 مرات. مع الاسف ان كلهم ام امهات الافضل امهات بس احنا اخترنا عشر افضل امهات وان شاء الله كلهم افضل امهات يكونون يعطيكم العافيه بصراحه جدا فكره راقيه ونقول يعني بالفعل ما يسوي هالموضوع الا اللي فعلا عنده هذا الاحساس وهذا التقدير لكن سؤالي ايضا استاذ ابراهيم شلون كونتوا هذه المجموعة يعني أنتوا تقريبا كم فرد شلون تأسستوا ما لقيت مثلا صعوبة بما أنك أنت رئيس هذه المجموعة ما لقيت صعوبة مثلا أنك أنت تضم أفراد يعني المتطوعين في هذه المجموعة والله بالعكس احنا تسهلت معنا امور وايد بعد توصيل صاحب سمو امير البلاد اهتمامه بالمعاقين واللي ينشد دمج هذه الفعل مع المجتمع والنا... والوزارات بالعكس يعني متفاهمه اداره وز... وزاره الشؤون باداره المعاقين مشاركين معنا بالتكريم زين أه... يعني في امور وايد الحمد لله والشباب ما شاء الله عليهم الشباب الكويتي <applause> تعرفينهم ما شاء الله سباقين بالامور الخير والتطوع أيوة الله والامور العافيه بصراحه والصحه ان يعني شاء الله فأخواتنا المتطوعات والمتطوعين بالعكس يعني كانوا سعيدين جدا يكرمون ال... انهم يجتهدون بالشغله هذه بالذات عن تكريم ام افضل ام امهات معاقين. طيب يعني يقول لنا شنو كان شعورهم استاذ ابراهيم لما استلموا الجوائز الامهات؟ طبعا الامهات لما شافوا اول شيء صار في تسليط ضوء عليهم كان آه، المجتمع يهتم فيهم وافراد المتطوعين نعم. فطبعا حسوا بالسعاده ان في ناس قاعد تتكلم عنهم نعم. في ناس قاعد تبعثهم للمجتمع في ناس قاعد تسلط الضوء عليهم في ناس قاعد توضح معاناتهم قاعد تشوف المشاكل اللي تحوشهم وتسهل امورهم نعم. الوزارات بالع... الوزاره شلون تفاعلت مع الموضوع هذا يعني صار في شيء أوسع الأم وسياحيه لعندهم نعم. الأم شافت ان تعبه ما ضاع جميل بالعكس ما ما ضاع هدر يعني انا بس عندي اخر سؤال اذا تسمح لي استاذ ابراهيم، شلون تتم عندكم عمليه البحث عن ام المعاق؟ لان بالتاكيد في اكو امهات يعني خلينا نقول هي تسوي هالشيء بالتاكيد يعني عن فطره وعن غريزه وحب لابنها او بنتها، لكن هي اكيد محتاجه لهذا التقدير المعنوي، لذلك احنا نقول شلون تتم عمليه البحث؟ شلون يقدرون يوصلوا لكم او انتم شلون تقدرون توصلوا لهم؟ طبعا احنا نحط سيره ذاتيه ونقارن بالمعاق نفسه وين وصل شنو المراحل التعليميه شنو الموهبه اللي عنده شنو التطور بعلاجه يعني هل تعلنون عن الامر هذا تعلنون عن وقت الجائزه مثلا ولا شلون طريقتكم؟ شلون عفوا؟ شلون تعلنون عن الجائزه او عن وقتها او يعني وقت المشاركه؟ احنا طبعا الحين ان شاء الله تاريخ 13 4 2013 راح يكون المسابقه يوم تكريم الامهات افضل الامهات ان شاء الله جميل فطبعا احنا قاعد ندز بروشرات واتساب الوسائل الاجتماعيه هذه كان نعلن عنها حلو شيء جميل عندك كلمه اخيره بس حاب يعني توجهها لمن يستمع لنا عبر سلام الكويت اي أيوة والله اختي احنا مشكورين ويعطيكم الف عافيه وما قصرتوا ان شاء الله اخت مشاهد والخوات الباجين والامهات الثانيين اللي يشاركون بالمهرجان وهذا كله اللي قاعد نسوي لهم هم حتى الناس تعرف شنو دورهم دور الامهات مع المعاقين. يعطيك العافيه ما استاذ ما ابراهيم بوي. العافيه وما قصرتوا. نعم. يعطيك العافيه طبعا كنت معنا شكرا هذه المداخله استاذ ابراهيم بوير رئيس مجموعه ديره الخير التطوعيه شكرا لاعمال الخير اللي انتم قاعدين تادونها ام شهد احنا دائما نقول يعني سبحان الله الواحد ما يوصل حق مرحله من النجاح او التميز بعمل معين الا اذا كان في يعني مراحل تسبق هذا التميز فنقول ام شهد هل انت سبق وحصلتي على جوائز مثلا على امور معينه أيه طبعا انا من المتفوقين بدراستي فحصلت على نجمه تفوق من الشيخ جابر الله يرحمه بابا جابر ما شاء الله متفوقه كنتي بعد امتياز مع مرتبه الشرف والحمد لله هم لما توظفت هم كنت من الموظفين نقدر نعرف اي تخصص فيزياء <applause> حلو بعد هذا تخصص علمي نادر وصعب <applause> حبيبتي يعطيك العافيه الله يعافيك وهم بوظيفتي الحمد لله الموظف المثالي يعني وهم مع شهد بس لو تبين الصج كلهم يبي لهم تعب. يعني الواحد لما يتعب لازم يحصد. بس اللي صح. كان يعني مفرحني اكثر شيء هي شهد لانه كان تعب نفس جسدي ونفسي بس حصلت عليه. مه. حلو جميل. ام شهد يعني طبعا بالتاكيد ابيش توصلين رساله حق يعني كل ام تشاهدنا الان وقد تعاني من هذه الحاله عندها في البيت ولكن لا تجد من ياخذ بيدها ويدليها الطريق اللي ممكن يساعدها على مثلا تهيئة ابنها أو بنتها سواء جسديا على الحركة أو على خلنا نقول الكلام اللفظ أو المشاركة حتى مع المجتمع حتى لا تكون يعني البنت أو الولد يعيش في عزلة شو اللي أنت عرفتي من أمور خلال تجربتك مع بنت شهد؟ والله بصراحة يعني أقول حق كل أم تعاني أكيد راح مريتها بنفس الظروف اللي أنا مريت فيها لازم تكونين أنت مدرسة ولدك أنت حياته لو بلشتي فيه صح وتعبتي معه راح تحصدي يعني يبي لها الصبر اكيد والثقافه نعم. لازم تتثقف يعني لازم تتعلم في امهات حرام يعني مثلا ما يعرفوا لا يقرون ولا يكتبون مو شرط الياهل يبي شغله شيء من هني حنان يحسون بالحب والحنان بالتاكيد اذا حبيتي وحسيتي صدقيني راح يسوي كل شيء عشان يرضيك نعم. وهو يبي يتعلم نعم. هو مثل شو اقول ورقه بيضة صح انا شنو بحط فيها راح الاقيها وهم ما ننسى ترى انا الحمد لله يعني زوجي وايد ساعدني يعني يعني رجل الحمد لله رب العالمين يعني اكيد ايد وحده ما تصفق أيوة مشهد يعني, يعني, ام وأبو ك... يتعاونون الحمد أكيد لله بالتاكيد تطلع انا اتمنى سلامة. والله مثل ما يكرموننا احنا يكرمون هم الاب المثالي مو شرط يكون يعني اي رجل فعلا لان في يكون طفل معاق ترى الاب يستاهل يتيم احنا نبي الفكره هذه يدمجون بصراحه مفروض أيوة الام والله. مع الابو اذن ياخذون الجائزه اي أيوة والله يعني بصراحه مم. يعني ما اطلع من جزاه الريال، يعني نعم. جاسم ابو شهد انسان رائع رائع يعني ساعدني وايد يعني احنا خمس سنين عمر شهد خمس سنين بهالخمس سنين عشنا ايدين واحده. الحمد لله واحد يكمل الثاني، الوقت اللي انا احس فيه اني خلاص ما فيني اعطي شهد اكثر من كذي الاقي هو يقول لي لا انا اكمل هالدوره طبعا هذا اللي خلى طبعا يصير في تطور في حاله شهد للاحسن للافضل <applause> ما شاء الله مذهله يعني البنيه ما شاء الله فعلا ما تتكلم جمل بس كلامها واضح هذا دليل ان الام الكويتيه ما تعتمد على خدامه ترى مثل ما يقولون لا <تصفيق> <تصفيق> هذا رساله ايضا جميله اخرى من <applause> شهد عن جد يعني الكلام <applause> كان صح يعني لو يجي طفل كلامه صح من اللي مربي؟ الام تختلف بالتاكيد الام والابو غيره <applause> ما حد ربه نعم <applause> يعني ما شاء الله كلامها صح الالفاظ ملوتها صح ما اقول نعم لك انت متابعتها ما... دائما وانا اعلمها لو غلطت بحرف لا كذي أه. 100 مره يعني لو تشوفينها ممكن يعني لو لو واحد من الامهات لا. ممكن يعني تقول لك الكلمه 100 مره هذا شنو هذا شنو هذا شنو, هذا شنو. تبي تكتسب يبي لها واحد عنده طولة بال اكيد أم شهد انا بالتاكيد حابه استغل على قولتهم الدقائق الاخيره والثمينه معك أب... انتي حين ذكرتي طريقه البيت اذا انتي مع بنتك شلون تطورت ما شاء الله من خلال الحب والرعايه منك ومن ابوها. طيب الرعايه اللي اتخذتيها من برا البيت دلي عليها الامهات شلون؟ شو اللي ساعدك من برا خلينا نقول المجتمع اللي برا غير البيت؟ تعرفين الطفل المعاق او او مريض لازم نراجع فيه اطباء وايد. هم كنت استفسر وايد من الدكاتره من الحريم اللي يقعدون حواليني وين رحتي؟ شنو سويتي؟ شو تعلمت بنتك؟ نعم. من الجهه المسؤوله؟ شلون كنت يعني اثقف؟ على مم. فكره الكتب شيء وحياتنا شيء ثاني. نعم. يعني انا ممكن اقرب كتاب بس خبرتك وخبرتي هي اللي تفيدنا اكثر شيء. صحيح اكيد اكيد. طيب هل انت شفتي مثلا يعني برعايه بالفعل مجلس الاعلى المعاقين او وزاره الشؤون لقيتي اهتمام؟ أم والله شوفي أنا أقول لك يعني أكون هم صريحة، يعني لا. أنا يعني احتكيت ب 2012 نحن. قبلها كانت شهد تبعنا إحنا بس، يعني نحن. ما كنت أنا عالمها، يعني نحن. أكون صريحة بعد بنتي لما دريت إنها طفلة معاقة ما رضيت إني أحط لها شيء إعاقة، كنت رافضة الفكرة، نحن. لا بنتي ما أعطيها كارت بنتي ما أسوي لها أي شيء، بس لما لقيتها وصلت لعمر ثلاث سنين نحن. وما طابت يعني كان عندي أمل إنها ترجع طبيعية كح... وفعلا في امل ترى الحمد لله, إيه لله الحمد لله قاعدين يؤدون ادوار على فكره في المجتمع يو. ويشتغلون ويتوظفون اكيد وين كنا لله. لله. يعني نعم. ان شاء الله لو الله اعطانا نعم. عمر بلقاءات ثانيه راح يجيب صور شهد اول ما انولدت من عمر سنه سنتين والحين بسم الله عليها يعني الله يحفظها يعني ما شاء الله انت نفسك تقولين هذه إيه؟ هي لا مستحيل يعني حتى الدكاتره مثل ما قلت لك من ساعه ذهلي اللي يقول لي معطيها انا اقل من 40% الحين ما شاء الله 75 نعم يعني فرق شو اللي صار؟ شيء جميل شيء حلو آه، اذا نقول لكم مشاهدينا طبعا باسمكم اشكر استاذه بالتاكيد منال رشيدي ام مثاليه بالفعل لتحملك وصبرك ونقول يعني بهذا التحمل والصبر بالتاكيد هني تتحسن حاله ابنائنا ونشوف فيهم الخير باذن الله ونشوف منهم ايضا يعني مثل الناس الاسوياء بالتاكيد صح ولا لا؟ مشاهدي. اكيد اكيد وانا اشكرك انت واشكر البرنامج كله انهم الضوء علينا احنا يعني هذا بحد ذاته أه مثالي حقي انا مره ثانيه <applause> شكراً لحضورك بالتاكيد آه اذا المشاهدين ابقوا معنا وايضا بعد هذه الفقره الجميله والمتميزه ايضا معنا موضوع جدا هام آه نقول للكل ولكن حلو اذا النساء انتوا تتابعونا الثقافه الرياضيه واثرها علينا كنساء تابعونا بعد هذا الفاصل مشاهدينا وبالتاكيد يعني المفروض ان الرياضه جزء لا يتجزأ من حياتنا وسبحان الله يعني طبعا العمر بيد الله سبحانه وتعالى ولكن يعني الكل عارف ان العلم اثبت بان الرياضه ممكن ايضا يعني تطيل بامد العمر وايضا تمدك بالصحه والعافيه يعني على قولتهم اذا كنت انت من الناس الرياضيين حتى حجم القلب سبحان الله يقولون اكبر من حجم قلب الانسان العادي اللي ما يمارس الرياضه او ما يمشي. فمثل ما احنا طبعا يعني نقول بالمثل بان الوقايه خير من العلاج بالتاكيد الوقايه هي تعتبر من انواع الرياضه لما احنا نمارسها اذا حول الثقافه الرياضيه والرياضه يسعدنا ايضا ان تكون معنا ضيفتنا الكريمه الدكتوره فاطمه خريبط تخصص اول كويتيه طب رياضي والعاب القوه وعضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية حياك الله معنا دكتورة فاطمة الله يحييكم وأشكركم على هذا البرنامج المميز وأشكر المؤدي على استضافتها وقناة الكوت على استضافتها لي مرة أخرى حياك الله بالتأكيد نحن سعداء يعني في هذا اللقاء طبعا بداية دكتورة فاطمة يعني قد يكون يعني مسمى تخصصك غريب يكفي الفخر بأن أنت ما شاء الله أول كويتية تحصل على هذه الدرجة العالية في الشهاده وهذا التخصص فاستفسارنا يعني لماذا تم اختيار هذا التخصص بالذات دكتوره فاطمه باختصار يعني مفيد يعتبر هذا التخصص من التخصصات النادره على مستوى الدول العربيه وخصوصا الوطن العربي ولا تاثير كبير على الانجاز يعني من ناحيه الانجاز الحين دول العالم كلها توصل لاعلى المستويات حتى تحقق ارقام قياسيه رقم واحد، نعم. اثنين ايضا اساس ان تقلل من نسبه الاصابات، وايضا الجزء المهم اللي هو الوقايه من الاصابات وهذا اللي يكلف على البلد مبالغ باهظه جدا مم. انت مثل ما عارفه صحيح. كل اصابه لاعب معين وحتى على الافراد العاديين بتكلف مبالغ باهظه سواء بالكويت او حتى خارج الكويت، ايضا بالنسبه للمراه، المراه تعتبر يعني تحتاج الى امراه ان تفهم يعني امورها الخاصه بالرياضه خصوصا المراه الان بدات تمارس الرياضه وبالتالي يعتبر هذا من تخصصات عندنا الثقافه الرياضيه نوعا ما أب طيب أب يعني احنا حابين نعرف ايضا دكتوره فاطمه هل انت لك يعني تخصص برياضه معينه ام رساله دكتوراه في كذا تخصص في انواع الرياضات انا دراستي هي مت يعني تخصصت بالطب الرياضي والاصابات الرياضيه نعم. كبرامج كبرامج وقائيه وايضا ك لألعاب القوة ولكن الدراسة ممكن تطبيقها على جميع الألعاب بناء على الدراسات ولكن أساسا تخصصي ألعاب القوة ولكن ممكن استخدامها لجميع الألعاب الرياضية حتى على الأفراد العاديين وبالتالي تقيهم من إصابات سواء الركبة أو آلام الظهر بالنسبة للناس العاديين وبالنسبة لللاعبين تزيد إنجازهم وتقلل مستوى إصابات. جميل نرجع الآن إلى المرأة دكتورة فاطمة يعني شنو عندك من افكار او من خلال رسالات اللي ما شاء الله قدمتيها ممكن تفيد المراه يعني كاتجاه رياضي يكون عندها كممارسه في حياتها وتفيدها خاصه نقول في جميع مراحل عمرها، ما نبي نحدد عمر معين. طبعا بالنسبه للمراه وممارستها الرياضه او نقول المراه وصحتها هي لا تقتصر على جزء معين، تقتصر لا. يعني على عدة أمور وعدة نواحي منها عندنا الرياضة التغذية العادات والسلوك اليومية وهذا طبعا يبدأ من مرحلة المرأة لما تكون حامل زين لازم تهتم بتغذية معينة بعدها لما يطلع الجنين زين لازم لها تغذية معينة بعدها لما يكبر مرحلة الطفولة بعدين مرحلة المراهقة إلى إلى آخر لحظة في حياته كل مرحلة من هالمراحل لها برنامج خاص سواء بالغذاء أو بالرياضة نتكلم على مرحلة مثلا هي مرحلة أثناء فترة المرأة الحمل طبعا مثل ما أنت تعرفين أن الطفل يحتاج إلى غذاء معين وبالتالي المرأة إذا كان عندها مشكلة في بعض الفيتامينات منها الكالسيوم منها البروتينات منها الحديد وغيرها من هذه الأمور قبل الحمل زائد أنها ما تمارس الرياضة لما تيجي فترة الحمل فعلا راح تصير عندها مشكله لان الطفل ياخذ من هذه الفيتامينات بس يعني قد يكون هنالك نوع من التخوف دكتوره فاطمه ما ننكر ان المراه شلون لما تكون حامل تلعب رياضه يعني ممكن لا سمح الله هالشيء ما يسقط الجنين مثلا البعض يتخوف من هالموضوع احنا نتكلم اي رياضه آه ممكن تمارسها وهي حامل؟ آه ممكن احنا نتكلم عن المراه دائما في ظروف الحمل تحتاج الى خصوصيتها يعني المراه اللي هي اصلا تمارس من قبل رياضه غير المراه اللي ما تمارس نعم. المراه اللي تتعب في حمالها غير عن المراه اللي ما تتعب فدائما لازم يكون في استشاره طبيه حسب مرونه الجسم حسب بتعتمد. حسب لياقه المراه وظروفها الصحيه نعم. هذا شيء ولكن مثلا نقول احنا اسهل الرياضات و... واقلها خطورها اللي هي المشي ولكن احنا نتكلم قبل الحمل لابد انها تمارس الرياضه نعم. حتى انها تقوي عضلاتها وعظامها جميل اذا ما كانت مقويه العظام والعضلات لم تيجي لمرحله الحمل راح يمتص الطفل هذه الفيتامينات بعد الحمل راح تصير عندها مشكله تبدا يعني عندها مشكله نقص الكالسيوم ياثر عليها في المستقبل مزيز. عشان كذي احنا حتى ديننا الاسلامي نقول حولين كاملين يعني بعد سنتين لازم المراه يالله يا انها تحمل حتى انها تعوض الفيتامينات سبحانه. اللي نقصتها انزين فهذه فتره الحمل نيجي الان الى بعد ما يطلع الجنين طبعا. احنا حابين نشوف يعني او يعني نعرف معاك هذه المعلومة ولكن خلينا نشوف معاك مع السادة المشاهدين هذا الاستطلاع استطلاع رأي عن الرياضة وطريقة ممارستها ورأي الناس في الشارع خلينا نشوف معاكم انا مخصص اوقات دائما يعني في اليوم لازم تكون هذه حق الرياضه خاصه للرياضه يعني مثلا ساعه يكون اليوم الجري المشي زين ممكن بكره يكون مثلا لعب كره طبعا انا كل يوم ترك اطلع من بيتنا مع ربع الساعه 4.30 ونص نروح ملاعب نلعب وفي ملاعب تنس وملاعب طائره نلعب والله انا انصح الناس ان يتمارسون بالرياضه ويمشون بالمشات ويبعدون عن الوجبات السريعه والغازات والزقاير اولا اقول لي عندهم الربو يوقفون التدخين والناس اللي عندهم الوزن الزائد يوقفون هذول الوجبات السريعه طبعا لازم يعني نمارس الرياضة ويعني نبتعد عن التدخين ونبتعد عن الوجبات السريعه يجب ممارسة الرياضة والامتناع عن التدخين والامتناع عن الوجبات السريعة والمشروبات الغاز الغازية الرياضة شيء مهم جزء من حياة الإنسان بالنسبة للوعي الصحي أول شيء أنصح الشباب بالابتعاد عن المغاهي لأن الشيشة والأرجيلة والزقاير والجو يعني اللي يقمت اللي قاعدين يعني مضر مضر حيل للصحة وهم ما يدرون أنهم قاعد يضرون نفسهم أبقى لهم أن ماخذينها ما على بنا وناسة بس هذه كلها أمراض بأمراض أنا أنا نظريا أشوف أن لا والله في يعني حريم أو الإمرأة يعني تمارس الرياضة بالنسبة حق المرأة ما تقدر تمارس الرياضة على طول لأن يعيقها شغل البيت وضغط البيت والزوج والعيال وتدريس العيال والمضايقات اللي تشوفها من الشباب وايد بالنسبة حق لما تيجي بالممشى بالنسبة حق المرأة والفتيات أكيد عندنا ثقافة رياضية يعني رياضة حلوة وزينة ومفيد حق الجسم ممارسة كرة القدم ونطلع مع الشباب نلعب كرة رياضة انصح كل واحد انه يمارس كره القدم ورياضه جميع الرياضات السباحه ويطلع ويتمشي شيء مفيد الرياضه نعم لدي ثقافه رياضيه بان نمارس الرياضه مع الشباب وانا في المدرسه نلعب رياضة في يوم في وقت الفصحى ولما نخلص الواجبات نيجي لهني نعم لدي ثقافة رياضية ألعب في المدرسة كرة قدم وأتي أصلاً لألعب كرة القدم وألعب الطائرة والتنس مع زملائي بالنسبة حق الثقافة الرياضية عندنا هنا بمجتمعنا تقريبا ما أقول شبه معدومة بس الكثير يفتقدها الثقافة الرياضية وما في وعي رياضي هم عبالهم بس الرياضة تعالوا اركض والخفف الاكل وهذا لا في شغلات لازم توازن بين الرياضه وبين الاكل وبين الوجبات السريعه اللي هي مهلكه للجسم طبعا يعني شفنا معاك دكتوره فاطمه مع الساده المشاهدين هذه الثقافه بصراحه الجميله، ثقافه رياضيه موجوده من الاولاد في سن المراهقه وايضا من الشباب. الحمد لله نقول الشيء هذا موجود. فنقول نرجع مره ثانيه لموضوعنا هو طريقه الرياضه للمراه بعد ما تولد، شلون الطريقه دكتوره فاطمه؟ طبعا في رياضات معينه ممكن تمارسها ولكن احنا نقول بعد مثلا فترة النفاس لان تكون المراه في هذه الحاله يعني آه في يمكن خطوره عليها الا بعض الحالات انزين اذا كان جسمها يتقبل ذلك اذا كانت تمارس الرياضه دائما نقول احنا باستشاره الطبيب آه اسهل رياضه لها نقول تمرينات بسيطه مثلا الاحماء اللي هو تمرينات اطاله بسيطه لان اي حركه زياده على اللزوم ممكن تاثر على العظام او العضلات لان الجسم يكون ما احنا نقول بالكويتي متفتش فبالتالي لازم نكون حذرين في هذه الفتره مم. دكتورة فاطمة طبعا أنت صرحتي بضرورة الاهتمام بالرياضة النسائية في الكويت نعم شلون نقدر نحقق هالموضوع؟ طبعا هذا تحقيقه من خلال يعني عدة وسائل عندنا أول وسيلة أنا يعني أعتبرها اللي هي وزارة التربية لازم يكون لها دور فعال بهذا الموضوع زائد وزارة الإعلام زائد وزارات الثانية هي الصحة والجامعة وكلية التربية الأساسية كلهم يجتمعون بحيث أنها يوصلون إلى هذه المعلومة فاحنا ما نقدر نطور هذا الامر الا من خلال وضع استراتيجيه من البلد صحيح هذه الاستراتيجيه تضع خطه من خلال اجتماع هذيل الدكاتره وهذيل الباحثين من كليه تربيه اساسيه تربيه بدنيه من ناس متخصصين بعد عمل استطلاع لما يحدث بالكويت يعني يكون دراسه شنو عندنا من مشاكل وبالتالي بعدها احنا نحط ايدنا او على المشاكل الموجوده وبعدين نبدا نضع الخطط الخاصه في الرياضه والتغذيه وغيرها من هذه الامور. طيب صراحه يعني هل شفتي بان يعني في لهم دور مثلا المؤسسات الرياضيه في نشر الوعي ما بين النساء يعني خاصه فيما يتعلق بالرياضه النسائيه في نشر الوعي في هذا الامر؟ طبعا هو في موجود ولكن للاسف يعني مو بذاك القوه والدليل على ذلك ان ما زالت هناك مشاكل بالنسبه للمراه ومشاكلها بالرياضه. واحنا دولة الكويت الحين وصلت الدولة الثانية في السمنة وغير امراض الموجودة السكر والضغط والقلب وهذا دليل على ان هناك مشكلة بعدم ممارسة الرياضة. نعم. فهذا يعطينا يعني مؤشر ان ما زال هناك ضعف في المؤسسات اللي تشجع المجتمع على ممارسة الرياضة. يعني مع ان دكتورة فاطمة قاعدين نشوف يعني ما شاء الله انتشار الاندية النسائية في الكويت و ويعني في قاعده تصير عندنا ايضا بطولات ما شاء الله عالميه قاعدين يطلعون يعني لاعبات وعلى مستوى العالم ويفوزون بجوائز فهل انت شايفه بالفعل انديه النسائيه الرياضيه في الكويت وصلت الى مرحله ان نقول يعني بالفعل خلاص في رياضه موجوده وفي وعي ولا ايضا يعني بحاجه الى تطوير بصراحه هي بحاجه الى تطوير من اي يعني ناحيه دكتورة؟ يعني اول شيء من ناحيه انه لابد ان يكون هناك متخصصين يعني انا ارجع مره ثانيه على وزاره التربيه الله يعينهم علي يعني اليوم آه لان اساس اي بلد لا. تقدمها هو التربيه والتعليم يعني عندك مثلا اليابان من الدول اللي لما صارت عندهم الحادثه اللي هي قنبله هيروشيما انزين بدات حياتهم وبدا تطورهم من خلال عمليه التعليم والان تشوفين اليابان من الدول المتطوره متطورة جدا بالفعل وبالتالي اذا احنا ربينا المجتمع وطلعنا اجيال من خلال التربية والتعليم أسسنا بناء جيل متعلم نحن. وفاهم وواعي يكون بدمه ولحمه أن ممارسة الرياضة جزء من حياته وهذا للأسف غير موجود هي فعلا موجودة مادة التربية البدنية ولكن غير مطبقة نحن. أو غير محببة للطفل لو كانت محببة كان الطفل خلاص يحب يلعب الرياضة كنتي تشوفين الأشخاص يمارسون الرياضة بجميع الاتجاهات كنتي شفتي المشكلة اللي يعانونها أن بالمجتمع يعني يقول لك والله لحين المرأة إذا مشت تتعرض إلى مشاكل إلى بعض المضايقات الآن منه في رجل مثلًا يقدر يمشي بالفريج على سبيل المثال يعني النظرة الطبقية النظرة والثقافة غير موجودة لو كان هذا فعلا إحنا متعلمين ويصير جزء من حياتنا مثل الصلاة مثل الوضوء مثل العادات اليومية لكان فعلا المجتمع بدأ يعني صحيح. صحيح. يطبق الرياضة. دكتورة فاطمة معنا اتصال هاتفي من المشاهدة أم أحمد. حياك الله معانا أم أحمد. السلام عليكم. حياك الله أنتِ معانا في سلام يا كويت وما أدري إذا متابعة الحلقة أو لا. موضوعنا عن الثقافة الرياضية عند النساء، شلون ثقافتك أم أحمد في الرياضة؟ يعطيكم العافية، والله أنا أمارس الرياضة كالمشي مثلاً. أه بس حبيت إذا ممكن أسأل الدكتورة على شيء يعني. إذا سؤال ممكن أسأل يعني أي تفضلي تفضلي <applause> محمد. أم أحمد حياك الله دكتورة أنا يعني أمارس المشي ودي أعرف أنا في معي خشونة يعني. ودي أعرف يعني أيش كثر أقصى حد للمشي حقي نعم أقصى حد حقي يعني ما مات أكثر أو أقل يعني أكثر شي حدي وأرجع يعني نص ساعة مثلا أو أكثر ما يخل مو مشكلة علي أو شي وهل هذا المشي يعني مفيد فعلا يعني مع الخشونه هذه اللي معاي؟ عندك استفسار اخر ايضا ام احمد ولا بس هذا سؤالك؟ لا سؤالي انا يعني وايد افكر من ناحيه المشي قالوا لي يعني يمشي لا. احسن لك عشان رجلك لين احسن نقول ف... ان شاء الله الله خاف ان المشي يضرني كثره او لا. يعني اقلل ولا اكثر لا. امشي ساعه نص ما اعرف نعم. هذا الشيء عرفت شلون حبيت أت... يعني اعرف يعني نقول لك ام احمد شكرا لاتصالك وان شاء الله بالشفاء والعافيه يا رب و... وخليك مستمر على الرياضه طبعا سؤالها دكتوره فاطمه هي معاها خشونه ف وقاعده تمارس رياضه المشي ولكن قاعد تقول هل ممكن ياثر عليها يعني هل ممكن تصاب باصابه ممكن تتالم وش كثر اقصى حد اللي تقدر تمشي فيه المده مثلا؟ طبعا بدايه احب ان اوجه للاخت يعني استفسار زين يمكن الحين هي تسمعني. لازم اول شيء تراجع الطبيب، الطبيب المختص هو اللي يحدد يعني اول شيء حالتها، هل هي فعلا حاله يعني جدا سيئه ام حاله متوسطه حسب الشده الموجوده زائد العمر سبب الخشونه، هل موجود هذا السائل يعني بكميه كافيه اللي هو اللي موجود بالمفاصل ام إن هي مشكله يعني مؤقته او يعني شنو هي المشكله بالضبط؟ اذا عرفنا بالتالي احنا نقول لها مثلا انه فعلا امشي هذه الفتره الزمنيه او لا تمشين هذه الفتره الزمنيه، ولكن احنا دائما نقول اللي عنده هذه المشاكل في الركبه لازم يمشي، لان اذا اصلا ما مشى اصلا بعد هذا الشخص راح تصير عنده مشاكل منها ضعف في العضلات، منها مشاكل في القلب، مشاكل في الرئتين، ممكن تصير عندها لا سمح الله جلطات، اذا المشي هو اسهل رياضه لها زائد انا يعني افضل ان تمشي ايضا داخل الماي اذا كان ماي اثر عليها بعد استشاره الطبيب أن يكون عميق ويكون الماي فاتر لا حار ولا يعني يكون بارد حيل بحيث انه يقل الضغط على المفاصل ودائما تلبس الحذاء الطبي الرياضي بحيث انه ما تاذي عضلاتها متى ما في الام شديده هني تبدا توقف المشي الآلام الشديده نعم. هي مؤشر دائما إن وجود مشكله سواء لهذه الاصابه او اي اصابه اخرى او اي ممارسه رياضه مم. اخرى هو دكتوره فاطمه العرفه يعني ان المتعارف عليه آه يقول لك ان يعني الحد المتوسط للمشي وما يكون ضار لا على القلب او على العضلات او انه ما يسبب اصابه 30 دقيقه نص ساعه مم. فهل هي نقول ملائمه لجميع الحالات يعني سواء كان انسان عادي او انسان يعاني من خشونه طبعا 30 دقيقه هي من اجل يعني الصحه بشكل عام نعم. لياقه بسيطه ولكن احنا نقول ساعة هي اللي تعطيك صحه افضل نعم. فهذا يرجع مثل ما قلت لك الى الطبيب المختص نعم. ما نقدر نقول وقت معين يحدد. لان هناك فروق نعم. فرديه في كل جميل. حاله واخرى اذا حول موضوع الرياضه والثقافه الرياضيه سوف نكمل مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل ورجعنا معاكم مشاهدينا ومع الدكتوره فاطمه خريبط طبعا اول كويتيه نذكر ما شاء الله طب رياضي والعاب القوى هذا التخصص وهي عضو هيئه تدريس في كليه التربيه الاساسيه. نرجع مع دكتوره فاطمه سؤال جدا هام للنساء شنو ممكن الامراض او الحالات المرضيه ممكن تحوش المراه اذا لم تمارس الرياضه؟ طبعا انا راح اتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو المراه بعد سن الياس اللي بعد ما تفقد هرمون الاستروجين لانه يقل بجسمها وبالتالي ياثر على العظام والعضلات وبعض الاصابات. من اكثر هذه الامور اللي ممكن تصيبها اللي هو اللي هو الدهون بالبطن إنزين اللي احنا نسميها باللغه يعني العاميه الشحم. الشحم الموجود <applause> الانيميا، التهاب المفاصل، مشاكل الظهر، الاكتئاب، التهاب العضل الليفي، مشاكل الذاكره، الدوالي، هشاشه العظام. راح اتكلم شوي باختصار مفيد عن هشاشه العظام واللي هي هذه مشكله الان اصبحت يعني حتى يعني كبيره بالكويت وخصوصا احنا يعني بالرغم ان الشمس عندنا بالكويت بأ يعني تحرق وما نستفيد منها ديكتورة. ما قاعد يعني نستفيد منها نعم. بسبب ان اغلب النساء متحجبين وبالتالي ما يتعرضون للشمس. منظمه الصحه العالميه تقول لازم تعيدين من خمس الى عشر دقائق في الشمس اللي هي فتره الصباحيه اللي هي يعني من بعد ما تطلع الشمس الا يعني كنت ساعه ساعه ونص او اللي هي قبل لا تغيب الشمس ولازم يكون الجزء مكشوف ولازم يكون بعيد عن حتى الزجاج يعني ما في زجاج وهذه مهمه جدا حتى ان تمتصين الكالسيوم اللي هو فيتامين دال وطبعا الكالسيوم هذا انت تاخذينه من خلال منتوجات الموجوده اللي هي الحليب الاجبان والالبان وغيرها من هذه الامور زائد اللي هي التمرينات الرياضيه واللي هي المهمة جدا هي تمرينات القفز زائد الجري، هي من اهم التمرينات اللي تساعد على كثافة القفز العظام. والجري. والجري وهذه احنا نهتم فيها بالاعمار الصغيرة، كل ما يكون الطفل من عمر خمس سنوات الى ثمان سنوات طبعاً ليه المراهقة نعم. يمتص الكالسيوم، إذا ما امتص في هذا العمر كمية كافية راح يطلع عليه بعد عمر الكبير، طبعا مو معناته أنه بالفترة هذه الباجية اللي هي من عمر الإنسان لما تمارس بل تستمر الى اخر لحظه في حياتك جميل دكتوره فاطمه راح نكمل بس معنا ايضا اتصال هاتفي من المشاهده ام صفاء حياك الله معنا ام صفاء السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله بسلام يا كويت شلونك دكتوره فاطمه حياك الله يسلم. انت اي اي استفسار اي سؤال تفضلي ام صفاء اي الله يعافيك دكتوره بغيت استفسر انا سوي عمليه تبديل مفاصل بالركبتين <applause> فانا الحين مشي لو امشي مثلا تقريبا عشر دقائق احس ان ريلي تفلت ما اقدر اكمل اواصل فما ادري شو الرياضه اللي امارسها اروح حمام سباحه أه، تمارين رياضيه حمام سباحه فصار عندي حساسيه بجسمي الكلور ما تحمله شنو الرياضه اللي تناسب لي انا؟ <applause> عندك اي بعد ملاحظه او استفسار اخر ام صفاء؟ اي والديسك بعد عندي ديسك بظهري ثلاث فقرات هم تعبانه، هل الدسك ماثر نعم. على ريلي ولا من شنو هذا؟ الظهر يعورني ينزل عوار من ظهري لريلي، هل من نعم. العمليه؟ الدكتور نعم. يقول لا العمليه زينه وما فيها شيء. بس في الديسك حبيت اعرفها مشكوره. أه العمليه في الديسك عفوا ام صفاء؟ العمليه لا لا بالركب. بالركب. بالركب 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 نعم مفاصل. نعم والركب العم... لا ما سويت عملية ظهري نعم إيه هذا الديسك طلع بعد بعد العملية مم. بعد عملية ريولي نعم أه طبعا شاكر لك اتصال ونقول لك ان شاء الله بالف عافيه لك ام صفاء وما تشوفين شر. شكرا لك. اذا شنو الحل حق مثل حاله ام صفاء؟ طبعا, طبعًا. هني المفروض تراجع الطبيب المختص، المفروض مم. يكون لها اعاده تاهيل. بدايه اعاده تاهيل لازم اول شيء قبل لا تمشي يعني تمشي او يعني تتطرق للمشي، المفروض تسوي تقويه للعضلات اللي حول المفاصل، لان العضلات اكيد ضعفت في هذه الفتره، انا ما ادري كم عمر الاخت انزين، ولكن اذا كانت العضلات ضعيفه وعمر يعني يكون متقدم بالسن يكون ياخذ فتره طويله أتوقع هذا الشيء صوتها يا اربعينيه او خمسينيه حسب حدسي يعني اوكي، م -م. أه بعدين تبدا بعدها بالمشي، طبعا في هذه الفتره ممكن تستخدم بعض المثبتات اللي اساس الركبه ما تاذيها بعد العمليه، طبعا المشي هو اسهل شيء وافضل شيء لان اذا هم ما مشت راح تصير عندها مشاكل مثل ما ذكرت لاي مرض من الامراض، ولكن مجرد ما تحس بالالم شويه تخفف، وطبعا ما تعتمد انه على ريل واحده يعني مره يمين مره يسار زائد الحذاء الجيد، الحمام السباحه المفروض يعني هو افضل شيء لكن اذا كان عندها مشكله بالكلور يعني المفروض تروح للمعالج الطبيعي يوفرون هم احواض خاصه للمشي داخل حمامات السباحه، م. فيعني انا اعتقد ان هذا افضل شيء ولازم بعدها تراجع الى الطبيب تعرف ليش ما زالت هذه الالام المفروض تقل خلال هذه الفتره الزمنيه. نعم، يعطيك العافيه دكتوره فاطمه وطبعا يعني احنا كنا توقفنا عند نقطه بطريقه ممارسه الرياضه في المراحل المختلفه من العمر. نرجع الى موضوع هشاشه العظام، نعم. انا تكلمت انه يعتبر من المشاكل اللي تحصل للمراه بعد فقد هرمون الاستروجين اللي هو بعد 45 او 50 حسب كل مره او مره أو وتبدا نعم. مشكلتها يمكن من اول خمس الى سبع سنوات. طبعا قلنا الرياضات المهمه القفز والجري تعتبر المشي من يعني تاثيرها خفيف جدا عشان كذي احنا نقول حق عيالنا ان خلوهم يمارسون خلوهم يقفزون اللي يتحرك هو افضل من الشخص اللي ما يتحرك زائد التغذيه الجيده. ايضا الاشياء المهمه اللي احنا يعني نحب نتكلم فيها اللي هي موضوع الذاكرة للمرأة هذه من الحالات الصحية ممكن أيضا تأثر عليها بسبب عدم ممارسة الرياضة وفقد هرمون الاستروجين ممارسة الرياضة راح يصير تدفق الدم وبالتالي يقلل من مشكلة الذاكرة في أغذية أيضا معينة لازم يتغذاها الشخص اللي هي منها اللي فيها اللحوم بي 12 أيضا عندنا مشكلة الذاكرة من خلال بعض الأغذية اللي فيها قلنا بي 12 وبعض الأغذية اللي فيها مثلا السكر اللي هي مثلا العنب وغيرها من هذه الأمور عندنا المشكلة الأخرى اللي ممكن تصيب اللي هي مشاكل الديسك وألام الظهر بسبب أيضا فقد هرمون الأستروجين بعد مرحلة سن اليأس وطبعا أنا أشير إلى هذه يمكن تصير حق اللي عندهم مشاكل أيضا الكلى ممكن تصير عندهم مشاكل في العظام انزين اللي عندهم يصير ايضا فقد الهرمون الاستروجين ايضا ممكن ينكسر عندهم العمود الفقري اذا قل نسبته بشكل كبير وما راح تبين مشكله هشاشه العظام الا بعد يعني فتره طويله لان ما لها اعراض معينه ايضا اشير الى موضوع مهم اذا حست المراه يعني فتره معينه في خدران في جسمها حست انه يعني مثل ان جسمها في وخز حست ان في صعوبه عفوا تروح الحمام كل هذه عوامل ان معناتها عندها مشكله في العمود الفقري ممكن يكون عندها كسر في العمود الفقري فانا اشير لها انه لابد ان يعني تراجع الطبيب لان ممكن تعرضت الى كسر وهذه حاله خطيره جدا. ايضا من المشاكل الاخرى اللي هي مثلا الانيميا وايضا هذه بسبب عدم التغذيه الجيده وعدم وصول كميه كافيه من الدم وعدم ايضا ممارسه الرياضه بشكل الصحيح، هذه من الامور المهمه نعم. اللي احنا نتكلم فيها بالنسبه طيب دكتوره فاطمه، احنا يعني كيف نجعل من الرياضه انها تكون مثل ما نسميها اسلوب حياه وليست فقط لفقد وزن، احنا مشكلتنا نفكر انه بس نبي يعني رشاقه، نبي يعني جسم متناسق بدون ما نفكر انه يكون هذا الجسد صحي. طبعا في اكثر من امر يعني ممكن احنا نحطه في حياتنا حتى نخلي جزء من حياتنا اول امر اللي هو شيء لازم احدد الهدف ليش انا بلعب رياضه شنو اهميه هذه الرياضه ايضا اشوف لي هدف يتماشى مع حياتي يعني انا ما احط لي مثلا اقول اني ألعب اربع سا... ساعات وانا ظروفي ما تسمح لي والان يعني مثل ما تعرف الزحمه الموجوده بالشوارع الشوارع ابي اطلع ابي اروح ابي ارد يبي لي ساعه ورجع ساعه وبالنادي ساعه ثلاث ساعات ففي صعوبه اذا اشوف لي بدائل هذه البدائل مثلا بالبيت مثلا العب مع الاطفال ايام الويكند في استخدام مثلا التنظيف التعديل هذه ممكن نحرك جسمنا نحط لنا الاجهزه ممكن نستخدمها داخل البيت في مثلا العاب مثل لعبه اللوي اذا سمعتها زين ممكن هذه تقوي العلاقه الاجتماعيه بيني وبين ابنائي وبنفس الوقت انا اتحرك هذه اللعبه انها هي الكترونيه يتحرك فيها الطفل زين مثلا يسوي حركات قفز او يلعب كره او بدون ما يعني يقعد فتره طويله. لا. كل هذه امور ممكن انت تخلينها بدائل، مثلا توقفين سيارتك بعيد ما تظلين فتره طويله اكثر من نص ساعه مثلا سواء بالجلوس او اي يعني عمل تقومي فيه هذه كلها تقلل من من مشاكل موجودة بالنسبه طيب للرياضه. طيب دكتوره فاطمه انت بصراحه ذكرتيني يعني بنقطه جدا مهمه بالنسبه حق الاجهزه اللي تكون موجوده داخل البيت. كمثال جهاز المشي، هل بالفعل يقولون بان الاكثار من استخدام ممكن ياثر على الركب؟ طبعا استخدام هذه الاجهزه فتره طويله اذا ما كنت عضلاتك قويه خصوصا العضلات المحيطه بالمفاصل بالتالي ممكن لان انت ماشيه على ارض مستويه ممكن تاثر على الركبه عشان كذي احنا نقول نعالجها انه شوي صعدي الجهاز نزل الجهاز لا تستمر فتره طويله ممكن يكون مفيد يعني ما يضر لان اغلب اللاعبين يعني الان يستخدمونه يعني حتى في اوروبا ولكن شلون انت تستخدمينه لازم اول شيء تقوين العضلات زائد الحذاء الجيد ويفضل طبعا تمارسين بالارض الطبيعيه خصوصا على الشاطئ البحر اللي هو الرمل او على اللي في مكان فيه عشب او في داخل الماي هاي افضل اماكن ممارسه المشي دكتوره فاطمه حابه الان ننتقل الى تخصصك اللي هو في الاصابات الرياضيه قاعدين نلاحظ بان بعض الرياضيين او بعض الناس اللي يعني واجهتهم هذه المشكله قاعدين يتجهون للعلاج بالخارج او عمل جراحات في الخارج وليس داخل الكويت هل هذا بسبب مثلا عدم الثقه يعني باجراء العمليات محليه عندنا طبعا شو في هناك اشخاص جيدين ولكن للاسف ما عندنا هني شيء اسمه تقييم يعني احنا مثلا باوروبا يحط لك تقييم لكل جامعه مثلا هذه فايف ستار هاي فور ستار منو اللي يقيمها؟ تي مؤسسات متخصصه نعم 100% عارفين شغلهم خبراء فاحنا نطالب انه يكون في خبراء نقول نقيم هذيل الناس على اساس شغلتين، الشغله الاولى واحد ان هذيل الناس اللي مسوين عندهم علاجات فعلا العلاج تم وصار الشفاء 100%، نحن. اثنين خبراء متخصصين من الخارج ومن الداخل يقيمون مستوى هذا الطبيب من شهاداته، من ابحاثه، من اموره، وبالتالي يصير في ثقه. ولكن فعلا احنا عندنا هذا الضعف، فعشان كذي نشوف العمليات الصعبه الاشخاص يتجهون للخارج. اذا نقول في هذا المجال، مجال الثقافه الرياضيه، شنو تقولين كلمه اخيره دكتوره فاطمه؟ طبعا انا اوجه كلمه ل كل واحد يحب يمارس الرياضة أنه يخليها جزء من حياته أنه يختار رياضة محببة له أن يضع هدف يشجعه حتى يستمر في الرياضة وتكون ثلاث مرات بالأسبوع من أجل الصحة ثلاثين إلى أربعين دقيقة إلى آخر لحظة في حياته ما في عمر ما في وزن ما في أي حالة صحية تمنعك من ممارسة الرياضة جميل لك في الختام بالتأكيد كل الشكر لك طبعاً دكتورة فاطمة خريبط على هذه المعلومات المفيدة والجميله ونقول مثل ما ذكرتي بان المفروض ان تكون يعني الرياضه هي اسلوب حياه وليست فقط يعني كلمه يعني نفتخر فيها ولا نستخدمها فقط كموديل انما المفروض هي تكون جزء من حياتنا كل الشكر لك ونقول بالتوفيق بالتاكيد في هذا التخصص النادر اللي انت فيه. الله يعطيك العافيه. الله يعتلكم. ونقول لكم مشاهدينا شاكرين لكم لمتابعتكم لنا في هذا المساء وان شاء الله نقول يعني تكون فقراتنا افادتكم ووصلنا رسائل جميله من خلال ضيوفنا المميزين لهذا المساء ونقول الى لقاء اخر يجمعنا على الخير معاكم باذن الله. سلام يا كويت.